كل ما نسبح ونغير جو وتعلم السباحة. هل عندكم مثلا في كثير اماكن حلوه عنا بادلب يعني؟ مين في عالم كثير بتجي هون على عين الزرقاء على النهر كمان بتجي بتسبح، في بعض العالم بتجي بتجيب مشاريع بتقعد تشوي هون، عائلات اللي هون ما في، اللي بيجي معهم مثلا عائلات مره اولاد كذا ممكن يستاجروا شاليهات، في بطرف ثاني شاليهات يعني. كان في جسر هون قلبته المي، جت الجبهة شالت الجسر وقلبته، بس كانت المي قوية كثير قلبته طببته دركوش. أنا حطينا هذين هي طوافي، صرنا نقطع البشر فيها، العائلات اللي عنده أطفال صغار اللي عنده إنسان ما بيحسن يقطعوا بالمي، ما قطعهم فيها.